مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذه المقابله الخاصه مع معالي احسان عبد الجبار وزير النفط العراقي. معالي الوزير، اهلا ومرحبا بك على شاشه اقتصاد الشرق مع بلومبرج. اهلا وسهلا واهلا وسهلا فيكم في بغداد. بدايه، يعني دعنا نبدا بالملف الاهم وهو ملف اجتماع اوبك القادم. يعني الكثير من التكهنات حول موقف العراق من الاجتماع، يعني حاليا سمعنا انه لن يكون هناك زياده في الانتاج، ونعلم الوضع المالي في العراق يحتاج الى زياده الانتاج. العراق الحقيقه كل مواقف العراق في اوبك نابعه من مسارين. المسار الاول هو حمايه حقوق العراق و زيادة الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد عبر إحداث توازن في سعر برميل النفط. والمسألة الأخرى التعاطي مع التحديات الدولية، مع متطلبات السوق، مع آراء المنتجين والمستهلكين الآخرين. وبالتالي اللي صار من أبريل 2020 لغاية هذا اليوم، أو من جون 2020 لغاية هذا اليوم، هو شيء إيجابي جدا، هو التزام كافة المنتجين الكبار ويعني أوبك وحلفائها بما تم الاتفاق عليه، والصعود بسعر النفط من مستوى $10 إلى مستوى $69 في ظروف هي قاسية جدا، يعني ربما لا تتكرر كل 100 عام، وفي ظروف فيها عدة متغيرات كلها ضاغطة على سعر برميل النفط. موقف العراق بالاجتماع المقبل باختصار سيكون باتجاه عدم طلب الزيادة في الإنتاج، إبقاء الإنتاج كما هو عليه، خصوصا مع وجود حالات من الإغلاق في عدة دول في أوروبا. وبالتالي السوق لا زال يتحسس كثيرا لهذه العوامل الضاغطة، ولا نريد أن نكون جزء من أي حالة عدم توازن في أسعار النفط الخام. كبلد احنا ودنا أنه تزيد العائدات، ولكن زيادة العائدات لمدة شهر أو شهرين وانهيارها لأشهر كثيرة، هذا لا يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الوطني. طيب، متى يعني يطالب العراق بزيادة الانتاج؟ ما هي الظروف التي ستكون مناسبة لذلك؟ هو السيناريوهات المطروحة أنه خريف عام 2021 سيكون بداية التعافي في سوق الطاقة العالمي، التعافي الحقيقي، التعافي غير الهش المستمر. أعتقد هو اتفاق أوبك المرحلة الثالثة اللي أنطى سماحية أعلى بالإنتاج، هو يغطي هذه الآمال لدينا في زيادة الإنتاج. فربما اتفاق أوبك سيكون هو الأساس، ربما العراق سوف لا يطالب بأي زيادة، ولكن في حال وجود طمأنينة كاملة بحالة التعافي في الأسواق الطاقة العالمية وزيادة توزيع اللقاحات، ربما سيكون العراق طلب باتجاه معين بسبب ظروفه الخاصة. أعتقد هذا الطلب سوف لا يكون مبكرا، ربما بداية عام 2022 يعني. طيب، وفي الوقت الراهن كيف ستتعاملون مع ضغوط الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق وعمليات الإنتاج؟ يعني هم في النهاية يريدون رفع إيراداتهم ورفع الإنتاج. كل العوامل الضاغطة على الاقتصاد الوطني وعلى الموازنة العامة لم تمنع وزارة النفط من دفع مستحقات الشركات. يعني خلال الأشهر الصعبة جدا على الاقتصاد، خلال شهر يعني تموز وآب وأيلول لعام 2020، بقى العراق يسدد جزء من مستحقات الشركات الكبيرة. عند تعافي السوق نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، يعني أصبح التسديد على قدر الاستحقاق المباشر وتقليص حجم الديون على العراق من هذه الشركات. حالة الالتزام التي أبداها العراق مع هذه الشركات سببت نوع من الرضا والعلاقة الطيبة، بالرغم من القطع في استحقاقاتهم نتيجة تخفيض إنتاج الحقول التي يديرونها، ولكن التزام العراق بتسديد المستحقات سبب يعني اعطى لهم رساله ايجابيه وسبب حاله من الرضا في العلاقه بين الطرفين. طيب، وقعتم مؤخرا اتفاقيه مع شلمبرجي، يعني ما هي الخطط المستقبليه للمزيد من هذه الاتفاقيات للتنقيب وغيرها، وما هو الوضع الحالي ايضا بالنسبه لبقيه الشركات؟ شلمبرجي شريك مهم بالعراق، عمره بالعراق يمكن اكثر من 100 سنه. كان من أوائل الشركات اللي اشتغلت في توفير الخدمة في الحقول النفطية، وكان آخر عقد تم إحالته من مؤخرا يصل إلى $500 مليون في توفير خدمة حفر الآبار واستكمالها في حقل غرب القرن الواحد العملاق. حاليا العراق مع شلمبرجر في طور عقد جديد من نوع يعني تغيير في العلاقة العقدية ما بين العراق وشلمبرجر في مجال تطوير الحقول في المنطقة الغربية لإنتاج الغاز الخام، وهو بالتالي تحول
أعتقد سيكون إيجابي نحو الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر الدخل وتنويع شكل العقول. فالعلاقة الإيجابية ستكون واضحة أكثر أعتقد قبل شهر جولاي لهذه. نعم. سمعنا أيضا أن هناك ربما اتفاقية مع توتال الفرنسية، ما هي تفاصيل هذه الاتفاقية؟ يعني توتال 1924 اشتغلوا على أول بير في كركوك وأنتجوا أول نفط أعتقد 1932، رجعوا بعد 97 سنة يناقشون as lead contractor، هم موجودين عندنا كمستثمرين في بقية الحقول، يناقشون أيضا مشروع عملاق كبير ولكن هذه المرة في المنطقة الجنوبية. توتال قدمت خدمات كثيرة خلال المرحلة السابقة، استثمرت في العراق في مجال الدراسات في أكثر الحقول النفطية، وحاليا هنالك توقيع لمذكرة تفاهم متقدمة مع توتال وعمل مشترك بغية تطوير عقد جديد لبناء منشآت كبيرة في مجال البنى التحتية وتطوير الحقول وإنتاج الغاز. احنا نعتقد ان العلاقة مع توتال ان شاء الله ستكون عقدية وليست فقط مذكرات تفاهم قبل شهر تموز 2021، وسيشكل عقد العراق شركات العراق الوطنية مع توتال احد اهم ملامح تطوير الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد 2021، والعلاقة مبنية على اساس استهداف لو كاربون اندستري، الذهاب باتجاه استثمار كل كميات الغاز المحروقة وإنتاج 1 جيجاوات كمرحلة أولى من سولار إنيرجي. هناك فريق عمل متخصص في شركاتنا في المنطقة الجنوبية وفي مركز الوزارة مع مستشارين في مجال العقود والتعاقدات والقانون يديرون هذا النقاش مع شركة توتال، وحالة بناء الثقة اللي صارت ما بين العراق والشركة يعطي يعني رسائل إيجابية عن مستوى هذه العلاقة. يعني تبدو كاتفاقية ضخمة. حاليا اتفاقية عملاقة جدا، حجم الاستثمارات تتجاوز 7 مليار دولار، وإن شاء الله كافة الظروف مهيئة، القرار السياسي والقرار الإداري والموديل الاقتصادي الذي يحمي يحمي حقوق الطرفين في طريقة للإقرار. طيب يعني دعنا نتحول أيضا إلى عدة ملفات ربما إقليمية فيها الكثير من التساؤلات اليوم. يعني الخط الذي سيتم مده من البصرة إلى العقبة والخط الذي يربط يعني مع مصر، ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟ ما هو الجديد وما الذي نتوقعه؟ الموضوع حقيقة نوقش خلال 10 سنوات الأخيرة، اتفقنا مؤخرا قبل أيام مع المملكة الأردنية الهاشمية على كافة تفاصيل الاتفاق الإطاري الذي ينظم العلاقة ما بين العراق والأردن بخصوص الأملاك والمعدات والأنابيب التي سيشيدها العراق داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. تم إقرار هذه الاتفاقية بين البلدين، ستعرض هذه الاتفاقية على مجلس الوزراء لغرض إقرارها قبل توقيعنا مع نظرائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. هي بداية جيدة بهذا الاتجاه، هذا من الناحية الإطارية، من ناحية الاتفاقية. من الناحية التعاقدية هناك لجان فنية مشكلة في وزارة النفط بغية استكمال إجراءات التعاقد مع مجموعة شركات بتمويل أجنبي بغية تنفيذ هذا العقد بدءا من البصرة ونهاية في العقبة إن شاء الله. نحن نأمل أن تكون الاتفاقية الإطارية موقعة خلال الأسبوع الأول أو الثاني من أبريل، وأن يكون عقد التنفيذ موقع خلال السنة الحالية. طيب أنا ما يبدو أن هذا يأتي أيضا في إطار التعاون الاقتصادي المشترك في العراق، مهتم جدا أن يبني علاقات اقتصادية مع كل دول الجوار بلا استثناء، ومهتم جدا أن يكون العنصر الاقتصادي والأرضية الاقتصادية هي الأرضية التي تجمع مصالح كل الأطراف. موضوع آخر أيضا مهم جدا ومطروح على الساحة وتساؤلات حول استيراد الغاز والوقود من إيران وخطط العراق يعني كأكبر واحدة من أكبر الدول في العالم في إنتاج الطاقة، يعني إلى متى سيستمر هذا الوضع وهل هناك خطط طويلة المدى في مجال الوقود؟ في مجال الوقود احنا فتحنا خلال سنة 2021 بدايتها وحدة مصفات جديدة 70,000 برميل، حاليا في طور استكمال مصافي في وحدات انتاجية في مصافي الجنوب، إن شاء الله نهاية عام 2022 راح تفتتح الوحدة الأولى في مصفات كربلاء، 2023 راح يكون كربلاء
يدخل في حيز العمل 140 ألف برميل، هنالك وحدات إنتاجية في مصاف الوسط. خلال سنة 2021 سنخفض احتياجنا من استيراد المنتجات البيضاء، أقصد الغازولين والغازويل، إلى 50%. المفترض عام نهاية عام 2022 سنخفض حجم الاستيرادات إلى 90%، و2023 سيكون العراق مستقر بلا استيراد عدا كميات محددة جدا من مادة الغازويل لدعم قطاع الكهرباء، لوجود محطات كبيرة تنتج الطاقة الكهربائية في المناطق النائية، في المناطق الأرياف يعني البادية العراقية، تعمل في على زيت الغاز بسبب عدم توفر خطوط النقل البعيدة لكونها مناطق نائية. ف 2022 90% من حجم الاستيرادات سوف ينتهي، 2023 يستقر العراق بلا حاجة للاستيراد عدا احتياج بعض المحطات. بخصوص الغاز، العراق في مرحلة 2010-2011 استرد يعني تعاقد مع شركات كبيرة في مجال نصب وتشييد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. قدرة هذه المحطات 20 جيجاوات، تحتاج إلى ما لا يقل عن 5000 مليون قدم مكعب قياس للغاز. العراق ينتج حاليا 1500 مليون قدم مكعب قياس، لديه مشاريع في البصرة مع شال في شركة بي جي سي لتشييد 400 مليون قدم مكعب قياسي، يعني معامل جديدة ترين 1 ترين 2، واحتمال يصل إلى ترين 3 وصولاً إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي. هنالك أيضاً معمل لإنتاج الغاز في الناصرية بقدرة 200 مليون قدم مكعب قياسي، وفي ميسان بقدرة 300 مليون قدم مكعب قياسي، والتفاهم مع توتال سيفضي إن شاء الله إلى تشييد معمل ب 600 مليون قدم مكعب قياسي، إضافة إلى معامل لإنتاج الغاز في حقل غرب القرن 2 مع المشغل لوك أويل الروسي ل 300 مليون قدم مكعب قياسي. كل خطة العراق من إنتاج الغاز في مرحلة الذروة سوف لا تتجاوز 4000 مليون قدم مكعب قياسي، نضيف لها ما نتوقع إنتاجه من حقل عكاز والمنصورية، ربما سنصل إلى حدود 5000 مليون قدم مكعب قياسي في حالة الاستقرارية المثالية. بالتالي العراق بسبب سياسة وزارة الكهرباء خلال مرحلة 2010 لابد ويحتاج إلى استيراد الغاز من دول الجوار، هذا الموضوع ثابت. الآن العراق يحاول تنويع مصادر الاستيراد بغية تغطية الفرق ما بين الحاجة الحقيقية والإنتاج الحقيقي، الحاجة الحقيقية في محطات إنتاج الطاقة الكهرباء والإنتاج الحقيقي المتمثل حاليا وفي المستقبل القريب. فعندنا نقاشات مع عدة شركات ناقلة للغاز مصدرة ومع شركات ودول منتجة للغاز بغية تنويع مصادر استيراد العراق للغاز بغية سد العجز الحالي. طبعا نقدر نستغني عن الغاز في مرحلة معينة، أعتقد عام 2025-2024، عبر تحويل كافة عبر تشغيل كل المحطات اللي تعمل بالوقود السائل، يعني أقصد الهيفي فيول أويل والنفط الخام، ولكن من الناحية الاقتصادية والبيئية استيراد الغاز وتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز المستورد هي أقل كلفة، أقل أثر بالضرر البيئي، وأكثر استدامة لمنشآت إنتاج الغاز. فهي سياسة الغاز، احنا واضحين مع الجميع. عندنا تلكؤ وتأخير في شراكتنا مع بي بي في الرميلة في مسألة الغاز، ومع شال في بصرة غاز كومباني، وهم من أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، ولكن ظروف الاقتصادية تأخر بعض إقرار الخطط أدى التأخير. نتوقع إن شاء الله السنوات المقبلة وفق برنامج إدخال الخطوط الإنتاجية سيتحرر العراق جزءا فجزءا عن الحاجة للغاز المستورد، ولكن سيبقى هناك فرق بسيط ربما 500 مليون قدم مكعب قياسي بهذا الحدود يحتاج العراق استيراده. نعم، لكن يعني كما ذكرت حضرتك تقريبا نتوقع ذلك في 2023، يعني الغاز راح تدخل الخطوط الانتاجيه للامانه نهايه 2020، سيدخل خط انتاج 2023، خطوط انتاجيه ستدخل 2024، واكبر كميه تدخل في الانتاج هي عام 2025. 2025 العراق سيكون قادر على تكرير وإنتاج حدود 4000 قدم مكعب قياسي من الغاز. طيب في هذه الأثناء، ونعلم أن الكثير من المناطق في العراق تتعرض لأزمة كهرباء، في هذه الأثناء كيف يعني سيكون هناك صعوبة أيضا في ظل الوضع الحالي لحل هذه الأزمة على المدى القصير؟ في هذه الأثناء احنا عندنا مصدر استيراد من يعني إيران، وننظر في مصادر أخرى ستكون داخلة في حيز العمل خلال هذه السنة.
استيراد عن طريق المناطق عن طريق مرافقنا الجنوبية مواردنا الجنوبية، إضافة لاستخدامنا للوقود السائل في هذه المحطات. لنا على هذه المصادر الأخرى بخلاف إيران؟ نعم. يعني ما هي الدول الأخرى؟ والله قطر مستهدفة بالاستيراد، منتجين آخرين كازاخستان، كثير من المنتجين فتحنا نقاش وياهم في استيراد هذه الكميات. لكن احنا نحن يعني هنالك قدرة على إدامة الوضع الحالي لحين زيادة عدد المصادر إلى العراق. نعم. طيب يعني الكثير أيضا من التساؤلات حول يعني مستقبل الطاقة في العراق والقدرة الإنتاجية للعراق. حاليا كنا سمعنا من فترة أن هناك يعني استهداف لأن تزيد القدرة الإنتاجية للعراق من وضع الحال 5 ملايين برميل يوميا إلى 7 ملايين برميل. كيف تعملون على ذلك؟ الحقيقة البلاتو يعني إنتاج الذرة المصمم للعراق هو 12 مليون برميل. وصول لهذا الهدف يعد يعني يحتاج إلى استثمارات كبيرة ويعني القدرة على إيجاد تحدي كبير بسبب معطيات السوق، معطيات البنى التحتية، إضافة إلى يعني الحاجة لاستثمارات كبيرة. الإنتاج الذروة الجديد، البلاتو الجديد الذي تقريبا تم اعتماده جزئيا في بعض الحقول وصولا إلى 8 مليون برميل. حاليا العراق ينتج ما يساوي 4,800,000 برميل. كافة المشاريع الموجودة في كافة الحقول الكبرى هي باتجاه استهداف الوصول لهذا الإنتاج. طبعا زيادة إنتاج النفط ما راح تكون قفزة في سنة، راح تكون تدريجية. كل سنة عندنا إضافة أكثر من 10% من الطاقة الحالية. عندنا زيادة واضحة في حقل مجنون عبر إضافة منشآت جديدة ستزيد من قدرة الإنتاج في مجنون من 200 إلى 400. عندنا زيادة واضحة إن شاء الله ستكون في حقل الزبير وصولا من 550 إلى 700. عندنا زيادات تدريجية في حقل الغرب في حقل الرميلة من 1400 وصولا إلى 1700 عام 2028. وهكذا مجموع البلاتو الذي سيتحقق في العراق هو 8 ملايين برميل ما بين السنوات من 2027 إلى 2029. سيكون هذا البلاتو وسيستمر إن شاء الله لمدة 10 سنوات. هذا يحقق لنا إنتاج غاز بحدود 4000 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي. أعود أخيرا إلى وضع سوق النفط العالمي بالنظر إلى ما يمر بالعالم من أحداث حاليا في أوروبا وعمليات الإغلاق التي تعود من جديد، ومن ناحية أخرى يعني استغلال ربما بعض منتجي النفط الصخري الأمريكي للمستويات المرتفعة لزيادة الإنتاج وسد يعني ما تخفضه أوبك. هل يقلقك ذلك في الوضع الحالي؟ ماذا لو تراجعت الأسعار عن مستوياتها الحالية؟ وما هي المستويات التي يعني تعتقد أنها مناسبة لوضع العرض والطلب حاليا؟ والله هو كثير من السيناريوهات المتقاطعة ما بين كثير من المعاهد المختصة في صناعة الطاقة في يعني في متابعة شؤون الطاقة في العالم. أكيد النفط الصخري ومنتجين النفط الصخري يشكلون أحد العناصر الضاغطة على استقرارية سعر النفط، ولكن الآن المعول الحقيقي هو على التفاهم الموجود حاليا بين المنتجين الكبار في أوبك وحلفائها. معدل السعر الذي يحقق الاستقرار للجميع هو ما بين 65 إلى 70، أنا أعتقد أنه راح نحققه. هل ترى مستدام خلال هذه الفترة؟ إذا منظمة الصحة العالمية وكلامها عن انتشار اللقاح خلال خريف عام 2021 بدرجة كبيرة، والأسماء والأرقام اللي جاي نسمعها عن انتشار ملايين جرعات اللقاح، أعتقد هذا سيكون مستدام مع شرط بقاء أوبك وحلفائها على اتفاقهم الذي سينتهي في أبريل عام 2022، سيجدد إن شاء الله في أبريل عام 2022. طيب ماذا عن النفط الصخري؟ النفط الصخري قلت لك هو أحد العناصر الضاغطة، بس كمية النفط الصخري لا تشكل عائق كبير عند التزام الحلفاء بأوبك. انهيار أسعار هو بسبب زيادة العرض من منتجين النفط العادية، المنتجين الكبار. النفط الصخري يدخل في توازن الأسعار، ما يدخل في انهيار السوق بهذا الاتجاه. وأعتقد أنه حاجز 65 مع طبعا سياسة جديدة للإدارة الأمريكية في طبعا هذه السياسة يعني تزيد من استقرار السوق للمنتجين النفطيين العاديين. فأعتقد مع سقف 65 سيكون إنتاج النفط الصخري
ضمن حدود معقولة لا يؤثر على استقرارية السوق. ما الفرق بين ما حدث في 2015 والآن؟ يعني في النهاية في 2015 كانت الأزمة بسبب النفط الصخري. صحيح، بسبب أيضا يعني عدم وجود اتفاقية إطارية للمنتجين في أوبك وحلفائها. والآن كان يعني لا قدر الله، الحمد لله، كان متوقع أنه تكون الأزمة أكثر عمقا، يعني بسبب عدم التزام الشركاء آنذاك قبل سنة، وحالة الإغلاق التي شلت العالم كله بصورة منقطعة النظير. ولكن تفهم المنتجين والتعافي الحمد لله، ويعني تعاطي الناس مع الوباء، أدت إلى الوصول لهذه الحالة المستقرة اللي احنا نتمنى أنه تستمر. معالي الوزير، أنا أشكرك على سعة صدرك وأشكرك على ظهورك على قناة الشرق. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أيضا هذه نهاية المقابلة الخاصة مع معالي إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.